نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الألفي التابعة لمركز كفر سعد. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، بالإضافة إلى تحويل الحالات المستحقة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء تحليلات معملية وأشعة عادية وموجات صوتية.